كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا جواب جميل. جاء تلميذ إلى أستاذه، هذا جوابي على هذا السؤال. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. ما بتصليش على النبي معقول؟ صلى الله عليه وآله وسلم. اللي عاوز بقى، اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ينتبه لجوابي الآن ويركز أوي معايا. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. يا الله، اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. خلي بال حضرتك من الجواب أنه في غاية الأهمية. فقال له أستاذه: تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: إذن أنت الليلة مدعو للعشاء عندي، إلا لازم تتعشى عندي. قال له كمان: ما شاء الله، مكسب ورزق وبركة. فذهب التلميذ لأستاذه، لأستاذه المربي المعلم، فأحضر الأستاذ المبارك العشاء لتلميذه وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. خلي بال حضرتك، كتر بقى المخللات والملح وما فيش مية، التلميذ يأكل. كل حاضر يا سيدي. طب عطشان؟ لا، ممنوع المية. العطشان يا سيدي عاوز أشرب. لا، ما فيش مية. حاضر. كل. حاضر. طب علمني يا سيدي. قال: لا، مش دلوقتي، لن أعلمك الآن. أنت لا، نم الآن وقبل الفجر سأوقظك إن شاء الله تعالى لأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه. جميل. نام التلميذ وهو في غاية الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق. هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام بس عاوز يتعلم إزاي. فنام التلميذ وقبل الفجر أيقظه أستاذه: تعال يا ولدي علمني يا سيدي. قال له: لا، استنى قبل ما أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: أيوة رأيت. قال أستاذه: وماذا رأيت؟ قال: يا سيدي رأيت السماء تمطر، ورأيت الأنهار تجري، ورأيت بحارا تسير بين يدي. ما هو نايم ايه؟ عطشان. فهو نايم عطشان جدا، فبيحلم بمية نازلة من السماء، ومية بتجري في الأنهار، ومية بتجري في البحار. هو كده. فبقول له: رأيت الأمطار تمطر، ورأيت الأنهار تجري بين يدي، ورأيت البحار تسير بين يدي. اسمع. فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت، صدقت، وصدقت نيتك. الله. وصدقت نيتك، فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسامحك يا شيخ محمد، هو ده الجواب. هو ده الجواب. ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. انا عاوز اسأل حضرتك سؤال. خلي بالك، انت متصور، انا سمعت هذه الكلمات حقيقة من اخ فاضل، اسأل الله ان يكرمه وان يبارك فيه، رجل مسؤول ما شاء الله، يعني عاقل، اسأل الله ان يحفظه بحفظه وان يبارك له في اولاده وفي اهله. بقول لي: هل معقول يا شيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الرؤية لواحد بيأكل حرام، لواحد عينيه تنظر الى الحرام، لواحد لسانه بيكذب، لواحد غشاش، لواحد مرابي، لواحد مرائي، لواحد منافق؟ معقول النبي يأتي لهذا؟ لا 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 لا، والله والله لا يأتي إلا لأحبابه، والله لا يأتي النبي إلا لأحبابه. ما خلي بالك، منهم من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. الله أكبر. منهم من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. فكرمنا قصة السيدة الفاضلة، الأم هي الآن بين يدي ربها، أسأل الله أن أرحمها رحمة واسعة، الأم الفاضلة الغالية اللي بعتت لي ابنها. أنا قلتها وبحب أقولها، معلش اسمعوا مني تاني وتالت وتلاتين. الأم بعتت لي ابنها في درسي في المنصورة،
وقال لي يا شيخ معلش سامحني انا مكلف بكلمات ان الهالك كده بنصها. قلت له اتفضل قول يا حبيبي. قال لي امه يعني قالت له روح لمحمد حسان وقول له يا محمد يا حسان امي منتظرك تيجي تزورها الليله دي. قلت له اتفضل اركب. وذهبنا الى قريه متواضعه جدا والى بيت مبني بالطوب اللبن طوب الني، بيت فقير متواضع، امراه تجاوزت 70 من عمرها ما شاء الله. لا تغفلوا، هقول لحضرتك مش دقيقه، لا ثانيه، لا يعني بقى خد كمان كلام الدكتور احمد زويل فهمته ثانيه، والله لا تغفل ابدا عن الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن الصلاه على النبي ابدا. تنظر اليك وترحب بك ثم تدخل في الصلاه على رسول الله، وتغيب في الصلاه على رسول الله ثم وهكذا. يعني شعرت بضآله شديده وحقاره شديده جدا تجو الى جوار هذه الام الغاليه الفاضله سبحان الله. فانا بقول لها يا امي انت بعتيلي وانا جيت، قولي لي بقى ايه اللي تعبك، وانا ان شاء الله بوعدك الاسبوع القادم اجيب اخ من اخواننا الاطباء في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك وانت هنا. فنظرت كده وابتسمت ابتسامة جميلة فوق 70 سنة وقالت لي يا ابني انا عارفة دائي ودوائي، انا عارفة دائي ودوائي. فقلت لها والله تقولي لي. قالت لي يا ابني اصل سيدنا النبي ما جالش في الرؤية بقاله 3 ليالي. يا الله، قلت لها ما جالكيش بقاله 3 ليالي؟ هو بيجي لك كل ليله؟ قالت والله لو فات ليله ما شفته امرض، فانا بقالي 3 ليالي مريضه ما شفتش النبي صلى الله عليه واله وسلم. انت بقالك كم سنه ما شفتوش؟ وانت بقالك كم سنه ما شفتيش النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذه عبودية ومحبتنا لرسول الله إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لربنا جل وعلا. فالمحبة ده موضوع كبير، انت متصور اما قلت لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله، متصور ان دي كلمة سهلة؟ طب بس حقق انت المحبة، حققي انت المحبة يا اختاه ويا اماه ورب الكعبة، ستسعدين بالنظر الى وجه الحبيب رسول الله. فهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. اسمع الرواية تاني، من رآني في المنام. يا سلام، نعمة والله من اعظم النعم ومن اجل النعم. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب. عرفت الجواب وعرفت أنت والد الفاضل وأخي الغالي وابن الحبيب، هل عرفتم الجواب؟ كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع والمحبة، كلمتين وعشان ما تنساش وما كترش عليه، الاتباع والمحبة. الاتباع، والاتباع ثمرة المحبة، الاتباع ثمرة الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. بس أنا زعلان لأن معقول تسمع الجواب عن النبي بالكيفية دي وما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم.